متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نهار اليوم الأربعاء كانت الأجواء في عموم مناطق المملكة حارة إلى حارة جدا، وبإذن الله ستتأثر بعض المناطق في المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ستحصل على إثرها زخات من الأمطار بإذن الله. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة على فترة السحور بإذن الله في العاصمة الرياض 25 درجة مئوية، الرطوبة 8% وسرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لنهار غد الخميس في عموم مناطق المملكة، وشمالا تتعرض أو تتأثر بحال عدم الاستقرار الجوي، سكاكو نهارا 35 ليلا 14، عرعر 34 19، وتبوك 34 نهارا و20 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أما المناطق الغربية والمدينة المنورة نهارا 39 أجواء حارة 27 ليلا، جدة بين 33 28 مع غيوم متفرقة، مكة المكرمة درجات حرارة عالية 41 نهارا 28 ليلا، الطائف غيوم متفرقة 30 نهارا و20 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. ننتقل إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها 28 15، الباحة 27 16 واحتمالي الهطول زخات، وجازان 35 نهارا وأجواء مشمسة 28 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. المناطق الشرقية والدمام 37 درجة مئوية مع غيوم متفرقة 4 ليلا، حفر الباطن درجات حرارة عالية وأجواء حارة 41 و 24 درجة مئوية بتسجلها ليلا، والإحساء درجات حرارة عالية وأجواء حارة 40 نهارا و 22 درجة مئوية بإذن الله بتسجلها ليلا. أخيرا المنطقة الوسطى مع العاصمة الرياض 38 نهارا أجواء صافية ومشمسة 25 ليلا، بريدة وحائل درجات حرارة عالية نهارا 38، أما ليلا بريدة بتسجل 25 وحائل بتسجل ليلا 17 درجة مئوية بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.